الوطنية تاع 49 ولاية، كاين 49 محضر وكاين حوالي 5 محافظ اللي الولايات البعيدة جدا ما يجيبوا فيها، يعني كاين بالمناسبة بعض الولايات اللي حتى الآن ما سلمهمش المحضر. كاين ولاية تاع تبسة السلطة الولائية أو المندوبية الولائية لحد الآن لم تسلم محضر فرز النتائج ولا تجميع النتائج إلى ممثل المترشح عبد العلي حسن الشريف، لحد الآن ما فهمناش هذه، حد الآن لم يسلم هذا المحضر. هذا من جهة، كاين ولايات اللي مازال يعني، ولكن هذا المحضر النتيجة والأرقام اللي فيها راهي ضعف ونصف أو أكثر من أرقام المصرح بها، ولذلك احنا سنطعن. صح ممكن ما تأثرش في النتيجة، ولكن هذا التاريخ، تاريخ يحفظ لنا عدد الأصوات اللي جبناه. علاه أنا عندي مثلا 500,000 صوت تدير لي 100,000 باش تحب تقزم لي، باش تقول لي أنت ما تسوى والو، عندك 100,000 صوت. أنا يهمني يا خويا عندي صوت زيدوا لي صوت، إذا عندي صوت. قال خويا أبو بكر واحد شارك في انتخابات حكى لنا فيه في إيطاليا، قال لك شارك في انتخابات كان عنده 200 صوت، المرة الجاية جاب 201 احتفل بالصوت هذاك. احنا ثانية نحتفلوا بال 500,000 هذيك اللي عندنا، احتفلوا بها لأن تهمنا، في ظل لأن هذيك ال 500,000 هي تعبر على نتيجة المشاركة الحقيقية. نتيجة المشاركة كي نحسبوا أصواتنا وأصوات غيرنا راهي في هذاك الدور 500 ومليون و 200,000 و 300، معناتها هذيك هي الحق، هذا حق قطع المشاركة، ماهيش الأصوات المضخمة بالمحاضر. وعندنا معلومة بلي لابليكاسيون فيها خلل، معلومة دقيقة بلي تقول بلي لابليكاسيون تاع التجميع فيها خلل، أنها تحسب بطريقة فيها تضعيف للنتائج. هذه أيضا معلومة تقنية راهي موجودة وقروا بها بعض الناس اللي يستعملوا هكذا سحبل. بعض الناس اللي يستعملوا لابليكاسيون راهم يقولوا بلي كاين أن بروبليم في لابليكاسيون تاع التجميع، راهي تضاعف النتائج. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.